في الحلقات الجديدة من كارتون لوني تونز لا يمكنكم توقع من أين سيأتون، ماذا سيفعلون، أو حتى ماذا سيكونون، لأنهم يفعلون ما يريدون ويرقصون على أنغامهم الخاصة. هذا هو الحال، لا شيء آخر لرؤيته أو قوله. تعالوا نشاهد الحلقات الجديدة من كارتون لوني تونز ابتداء من الاثنين في الأوقات التالية على كارتون نتورك.